استكمالا لفيديوهات مشكلات بقى وعصائر مشكله والكلام ده، لقيت في السوبر ماركت راني بس غريب شويه بصراحه، فقلت اجيبه ونجربه. راني كان عامل 6 جنيه، اي واحده من دول عامله 6 جنيه. طيب تعال نشوف جبنه راني ايه. جبنه راني جوافه، ده شكله راني جوافه غريب بصراحه، يعني فكره ان في كمان قطع جوافه من جوه فغريبه شويه. وراني قطع فواكه طبيعيه، فراوله وموز، فراوله وموز. واخر راني معانا راني برتقال. الفكره هنا بقى ان انا تمام، انا شربت الحاجات دي قبل كده في حته تانية يعني في شركات تانية، ولكن بقى التركه هنا ان في جوافة هتلاقي قطع جوافة، وهنا هتلاقي قطع موز وفراولة، وهنا هتلاقي قطع برتقال. فتعالوا نفتح كل واحد ونشوف كده ايه الميكس ده او الأطعمة الجديدة دي عاملة ازاي في راني. نفتح أول حاجة اللي بالجوافة، ويلا بينا نسمع أحلى صوت في الدنيا. هو ده، وانا مفكر ترجو ولا ايه مش عارف. ريحة جوافة بلبن، ريحة مشروب جوافة بلبن. تعالوا بينا ندوق. بسم الله. ايه ده، مين قاله؟ انا ما دوتش جوافه، انا شربت جوافه بس لكن ما دوتش جوافه. كمشروب جوافه حلو، جوافه باللبن عادي خالص زي البيت، ولكن انا بصراحه ما دوتش طعم الجوافه اللي هي الحبيبات الجوافه دي، فانا شربت مشروب فقط. فانا مش عارف هل المفروض كنت ارج ولا ايه، بس انا يعني بعد كده هرج اللي بعديه واشوف يعني. ولكن كمشروب جوافه حلو جدا جدا على فكره، ولكن انا بس مش لاقي القطعه بتاعت الجوافه دي، بس المشكله. وانا اصلا كنت جايبه عشان قطع الجوافه اصلا. اوعى تكون بتضحك علينا وتقول لنا ان هي فيها قطع جوافه، اوعى. راني بالبرتقال وفيها تحت قطع برتقال، هم قايلين هم تحت، فانا ايه ارج كده شوف. انا كده رجتها ونشوف بقى كده. نسمع احلى صوت في الدنيا، جامدة دي، صوت جامد ده. ريحة فانتا برتقال، تعال ندوق. بسم الله. جدا، انا شربت وكلت برتقال، جامد جامد قوي قوي ده. هو طعمه عامل زي فانتا برتقال عادي خالص، ولكن ما فيهوش صودا وفي كمان قطع برتقال. مشروب رايق قوي قوي ده. تعالى بقى للي انا متحمس له، وهو فواكه اللي هو الفراوله والموز، بقطع الفراوله وقطع الموز الاثنين في نفس الوقت. تعالى برضو الرج كده الاول علشان الفواكه تطلع لفوق ونشربها. مكتوب بقى ايه، بدون مواد حافظه، نفس الطعم اللذيذ ده بدون مواد حافظه، ده الوحيد على فكره اللي مكتوب عليه كده. نسمع احلى صوت في الدنيا، ولا ريحته غريبه يعني، ولا ريحته موز ولا ريحته فراوله، مش عارف احدد بصراحه ريحته ايه، بس يلا تعالوا ندوق. بسم الله. طعم الموز يكاد لا يذكر اصلا، مفيش طعم الموز خالص في الحوار، هو طعم الفراوله هي اللي طاغيه على الموضوع اكتر يعني، ولكن برضو انا مش شايف قطع فراوله ولا قطع موز خالص، فانا هدوق تاني كده واشوف. لا في قطع على فكره، بس برضو القطعه اللي انا خدتها قطعه فراوله، فاكيد في قطع موز يعني، ولكن انا حاسس لا بشرب مشروب فراوله. انا عارف طبعا ان هم حاطين موز وكده يعني، ولكن طعم الفراوله اقوى بكتير جدا جدا من طعم الموز، فلو انت تاخده عشان الميكس وكده يعني فلا، هو طعم فراوله عادي خالص. الاطعمه جامده جدا جدا، عجبني اكتر واحد اللي بالبرتقال، طعمه رايق قوي قوي. قول لنا بقى تحت في الكومنت انت بتحب تجيب انهي طعم منهم. والانستجرام بقى هنا بقى ما تنساوش، عشان بنقدم هناك عظمه جدا جدا. شير بقى في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 فار وقت. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.